فيما تحتدم المنافسة مع قرب موعد الاقتراع، يتسيد تحالف عزم المشهد الانتخابي في العظمية بفعل كفاءة شخصياته التي ترشحت عن الدائرة. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. يجدد أهالي العظمية دعمهم لتحالف عزم مع قرب موعد الانتخابات، إذ تمثل أهداف التحالف والشخصيات المختارة تطلعات الأهالي في العظمية بحسب قولهم. احنا هذه العظميه يعني داعمين للتحالف حزم، لان اول شيء يضم اسماء كبيره كاستاذ خميس الخنجر واستاذ عاشر المساري والاستاذ بشار الكويسي، وداعمين بكل قوه وبكل وقت وبكل مكان. تحالف جميل جدا يعني بمرشحيه، خاصه في المرشحين موجودين اللي من ناس زينه يعني بصراحه، اللي عندنا خالد العبيدي، عندنا عبدك عايش المساري، بشار الكبيسي، ناس يعني شفنا من عندهم، ان شاء الله نشوف من عندهم الخير. مرشحو التحالف من جهتهم اكدوا انهم شخصوا كل المشاكل التي تعاني منها العظميه على كل صعد، وستكون لديهم وقفه جاده للنهوض بواقعها. العظمية تعاني من مشاكل كبيرة، وحقيقة تعرضت إلى اضطهاد كبير منذ عام 2003 ولحد الآن، ويجب أن يكون هناك وقفة حقيقية للعظمية من قبل رجالات العظمية، من قبل ممثلي العظمية، وكذلك من قبل الحكومة المركزية والمحلية. رؤيتنا في قاطع العظمية أن بناء الدولة لن يتم إلا بدعم عناصر القوى الأساسية، وهذه العناصر تتمثل بالدور السياسي والاقتصادي والصحي والتعليمي والثقافي، إلى جانب كثير من القوى اللي ممكن عن طريقها ننهض بالواقع لبناء الدولة. ويحمل مرشحي العظمية برفقة زملائهم في تحالف عزم رؤية لتصحيح مسار البلد فضلا عن حل أزمات المناطق المحررة، فالمعتقلون الأبرياء إلى جانب النازحين والمغيبين وتوفير فرص عمل للشباب هي أزمات انبرى تحالف عزم لحلحلتها قبل وبعد الانتخابات. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية.